إلى الدائرة التاسعة في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي، حيث يتنافس هناك 8 مرشحين على مقعد واحد. وينضم إلينا من هناك مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل فهد تركي. فهد، صباح الخير. بداية، يعني ما الجديد حتى هذه اللحظة في الدائرة التاسعة ومدى الإقبال فهد؟ زميلي منصور، صباح الخير، تحية لكم والمشاهدي تلفزيون دولة الكويت. فعلا الديمقراطية الكويتية تتجلى في أبهى صورة لها من خلال الانتخابات التكميلية للمجلس يعني البلدي في الدائرتين السادسة والتاسعة، ويعني منذ أكثر من ساعة على فتح أبواب لجان الاقتراع الأصلية والفرعية في الدائرتين السادسة والتاسعة، بادر أن الناخبون والناخبات في يعني التوجه الى تلك يعني اللجان للادلاء باصواتهم في هاتين الدائرتين، والتي يبلغ يعني اجمالي الناخبين فيها ما يزيد عن 215,000 ناخب وناخبه، نصيب الاسد من عدد الناخبين في الدائره يعني التاسعه ما يزيد عن 135,000 ناخب وناخبه، بينما يبلغ اجمالي الناخبين في الدائرة السادسة ما يزيد عن 80,000 ناخب وناخبة، تحديدا في ثانوية سالم المبارك في منطقة يعني الرقة. بدأ يعني الناخبون بالتوجه إلى لجان الاقتراع الأصلية والفرعية، ويعني ربما النصيب الأكبر من يعني الناخبين منذ أكثر من ساعة كان لكبار السن وذوي يعني الاحتياجات الخاصة في الدائرة يعني التاسعة، والتي يتنافس فيها 8 مرشحين لنيل مقعد واحد في الدائرة يعني التاسعة، التي يبلغ عدد اللجان الأصلية والفرعية فيها 194 لجنة أصلية وفرعية. يأتي يعني هذا اليوم الديمقراطي وسط جهود كبرى تبذل من قبل كافة الجهات المعنية الحكومية بالعملية الانتخابية، متمثلة في وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإعلام وبلدية الكويت ووزارة يعني الصحة. كل تلك يعني الجهود اليوم تكتمل من أجل إنجاح اليوم الديمقراطي والانتخابي المتمثل في انتخابات المجلس البلدي في الدائرتين السادسة والتاسعة. وإن شاء الله كلما يعني اتجهنا إلى ساعات الظهيرة وساعات المساء بالطبع سيزداد إقبال الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهم في هذا اليوم الديمقراطي. نتمنى كل التوفيق والنجاح لكافة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جانب، والتوفيق في الجانب الآخر لكافة المرشحين في الدائرتين السادسة والتاسعة. نعم منصور. نعم، من الدائرة التاسعة من ثانوية سالم مبارك في منطقة الرقة زميل فهد تركي، شكرا جزيلا لك.